طيب مراد، هل تتفق مع الذين يقولون أن مونديال قطر مونديال انتصرت فيه الكرة المملة، يعني الفرق التي تبحث عن الفوز بدون استعراض؟ نعم، أنا مع هذه القاعدة. شاهدنا أن أغلب المنتخبات التي صنعت اللعب وأمتعت هي التي خرجت في الأخير، بدليل آخر مباراة شاهدناها بين فرنسا وبطل العالم على كل حال وإنجلترا، وإن كانت المبادرة من جانب الإنجليز، ولكن في الأخير كانت هناك الفعالية، وكان دائما الدفاع هو الذي يفوز على الهجوم، كما كان الحال في مباراة البرتغال. من شاهدنا أن المنتخب المغربي بهدف واحد بمكسب الهدف استطاع أن يحفظ هذا المكسب طيلة المباراة بفضل حارسه ودفاعه المستميل. نفس الأمر حدث مع كرواتيا ومع العديد من المنتخبات التي حققت نتائج بفضل قوة دفاعها. صحيح. طيب.